هاي بناء جسر جل الديب كان محط اهتمام الناس ونشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وحول العالم كمان في أخبار فريدة عن عدد من الجسور. المهندسين يلي كانوا مكلفين بناء جسر بين ألمانيا وسويسرا اكتشفوا أنه الفرق رح يكون 54 سنتيمتر عن نقطة اللقاء بسبب خطأ باحتساب الارتفاع، خاصة أنه ألمانيا بتعتمد مستوى سطح بحر الشمال وسويسرا بتعتمد مستوى المتوسط والفرق بيناتهم 27 سنتيمتر. لكن تم زيادة هالسنتيمترات بدل تنقيصها، واضطرت ألمانيا أنه توطي الجسر من ميلتها وتكلفت مبالغ كتيرة. المهندسين بكندا بيحصلوا على خاتم من الحديد لتذكيرهم بضرورة الانتباه والتواضع بالعمل. مين قال أنه هالتقليد سبب وقوع جسر بالسابق نتيجة أخطاء باحتساب كمية الحديد المطلوبة؟ أنا قال. نشوفكم بكره.